يقولون إن الكتابة إثم عظيم فلا تكتبي، وإن الصلاة أمام الحروف حرام فإياك أن تقربي. وإن مداد القصائد سم فإياك أن تشربي. وها أنا ذا قد شربت كثيرا فلم أتسمم بحبر الدواة على مكتبي. وها أنا ذا قد كتبت كثيرا وأضرمت في كل نجم حريقا كبيرا، فما غضب الله يوما علي ولا استاء مني النبي. يقولون إن الكلام امتياز الرجال فلا تنطقي، وإن التغزل فن الرجال فلا تعشقي، وإن الكتابة بحر عميق المياه فلا تغرقي. وها أنا ذا قد سبحت كثيرا وقاومت كل البحار ولم أغرق. يقولون إني كسرت بشعري جدار الفضيلة، وإن الرجال هم الشعراء، فكيف ستولد شاعرة في القبيلة؟ وأضحك من كل هذا الهراء، وأسخر ممن يريدون في عصر حرب الكواكب وأذى النساء، وأسأل نفسي لماذا يكون غناء الذكور حلالا ويصبح صوت النساء رذيلا؟ لماذا يقيمون هذا الجدار الخرافي بين الحقول وبين الشجر وبين الغيوم وبين المطر وما بين أنثى الغزال وبين الذكر؟ ومن قال للشعر جنس وللنثر جنس وللفكر جنس؟ ومن قال إن الطبيعة ترفض صوت الطيور الجميلة؟ يقولون إني كسرت رخامة قبري، وهذا صحيح، وإني ذبحت خفافيش عصري، وهذا صحيح، وإني اقتلعت جذور النفاق بشعري وحطمت عصر الصفيح. فإن جرحوني فأجمل ما في الوجود غزال جريح، وإن صلبوني فشكرا لهم لقد جعلوني بصف المسيح. يقولون إن الأنوثة ضعف وخير النساء هي المرأة الراضية، وإن التحرر رأس الخطايا وأحلى
النساء هي المرأة الجارية. يقولون إن الأديبات نوع من العشب ترفضه البارية. وأضحك من كل ما قيل عني، وأرفض أفكار عصر التنك ومنطق عصر التنك، وأبقى أغني على قمة العالية، وأعرف أن الرعود ستمضي وأن الزوابع تمضي وأن الخفافيش تمضي، وأعرف أنهم زائلون وأني أنا الباقية.